اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده، ولكن السمك معانا له طعم تاني وشكل تاني وفكر تاني في الطهي. معانا سمكه البغبغاء، دي من فصيله الناجل والمرجان، بس لونها يميل للخضار شويه ولونها حلو ملفت للانظار على الشاشه قدام حضراتكم. هنشوف نعملها النهارده مع بعض ازاي. زيت وليمون، طريقه عمل السمك البوري لما نعمله زيت وليمون، ده اشهر طبعا طريقه لعمل الزيت وليمون. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، محشيه خضار مع توم مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله. معانا النهارده سمك جزل، الجزل اللي معانا جزل قاروص، هنعملها طاجن بالبرغل. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، او الفريك، انا اسف، معانا فريك، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والفريك بيحب الشريك يا شفيق، الفريك مع الحمام له طعم تاني، ولكن مع السمك بالتاكيد مدرسه تانية. معانا كابوريا، وأز كابوريا، هنعملها النهاردة مسلوقة. البعض بيقول لك الكابوريا المسلوقة بنشرب شربتها ونشم ريحة اليود في طعم الكابوريا بالتأكيد، ولكن نسلق الكابوريا ازاي ونحصل على الفليفر الحلو ازاي، أكيد دي مدرسة تانية. هنخش في تفاصيل أكلة سمك النهاردة، وخليها سمك النهاردة بطعم تاني وشكل تاني وفكر طهوي تاني. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل أكلة سمك النهاردة وخليها سمك النهاردة، ده مصطلح جميل جدا. أول حاجة هعملها سمكة البغبغاء، مقاديرها على الشاشة بسيطة وسهلة. معانا سمكة، فصيلة المرجان، فصيلة الناجل من نفس النوعية، السمكة لونها لون اللحم بتاعها بيكون يميل للحمار، ولكن هي من الخارج لونها يميل للخضار. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالتوابل بتاعتنا وزيت وليمون، بتاخد زبدة عشان تبقى السمكة لطيفة واللحم بتاعها لطيف. هي التوابل مفيش كتيرة قوي، لان سمك البحر الاحمر مش بيحتاج لتوابل كتيرة، لان الطعم مش محتاجين نتكلم عنه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. اول حاجة معايا صينية شديدة الحرارة في الفرن، هطلعها، دي مهمة جدا، لازم الصينية معايا تكون سخنة بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. نحطها هنا ونوسع لها كده بالشكل ده كده. حلو قوي. ناخد السمكه اللطيفه دي نتبلها زي الفل. تعالي يا حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم. تبص عليها كده مخرجنا الجميل، شفت السمكه بتتنضف بطنها، ونشيل الصدفه بتاعتها او القشره بتاعتها، لان طبعا القشره بتاعتها بتبقى قاسيه شويه، وكل ما كبرت السمكه بتبقى الصدف بتاعتها سميكه جدا، فخلي بالك دي لو جت في الاكل ممكن تعمل لنا مشكله، زي الفل. دي اهي، دي ما زي الفل، ما فيش غيرها. هناخد الكرفس ده نحطه فيها حبيب قلبي، هناخد الكرفس ده كده فيها بالشكل ده كده، احشيه بطنها من جوه كرفس. ادي الكرفس معانا مع قرن فلفل حار. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقطع ده كده. الكرفس ملك السمك، كرفس يحب السمك والسمك يحب الكرفس. قرن الفلفل الحار ده كده. الحشوه دي هنعملها طبعا بداخل السمكه، عشان نتيجه البخار اللي هيطلع من الخضار ده بالتأكيد هيخش في لحم السمك. بسم الله الرحمن، ده كرفس اهوت زي الفل مع فلفل. المطبخ ده بتاع السمك بالذات لما تخش تعمل اكل السمك مش محتاج وش كتير، محتاج ان داخله المطبخ عارفه هتعمل ايه. دي بصله ناعمه، فص توم ناعم، الله عليك يا عم الشيخ، مكعب من الزبده بداخل الخلطه دي، ده الجديد اهو، عود روزماري حلو، كل ده في قلب الخلطة، حاجة لطيفة كده جميلة زي الفل، هيبقى الطعم بالتأكيد مختلف. معانا من المستردة قليل. شوفوا بس أنا هعمل إيه دلوقتي، ركزوا معايا في الموضوع ده، شوية كزبرة خضراء لطيف قوي،
هنحط على دول شويه عصير ليمون، اللهم صل على النبي اهو بالكثافه دي، معانا زيت زيتون بالكثافه دي عشان اعمل فليفر. الفليفر ده باخد نتيجته واخد العصاره بتاعه الليفر ده او الفليفر ده سوري، هنشرب بيها السمكه. ده زيت زيتون مع عصير ليمون، هننزل بالتوابل الحلوه دي كده، توابلنا بابريكا شويه كمون ملح وفلفل. حلو قوي، ادي الفلفل وادي الملح، تمام يا عم الشيف. هنقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا بقلبه كده قلبه شويه محترمين، يقوم نتيجه تقطيع الكرفس مع الكزبره مع الفلفل مع الزبده مع عصير الليمون مع التوابل الحلوه، في الاخر هحصل على عصاره لطيفه وجميله. العصاره دي اللي هنشرب بيها السمكه وهي طالعه من الفرن سخنه. شفت المدرسه الطهويه بقى؟ اهو تاني اهو، امسك العصاره دي كده اهو بالشكل ده كده اهو اهو. ركز عشان هنا في مدرسه طهويه احنا محتاجين ندرسها كويس. انا حطيت الكرفس مع فلفل مع بصل مع ثوم مع زيت زيتون مع عصير ليمون، كل ده مع بعضه، ملح وفلفل وبابريكا وشويه كمون. شفت العصاره اللي معايا دي كده؟ اه دي انا عايز. اه بص على مخرجنا الجميل حبيب قلبي، اه اه العصاره دي انا عايز. اه اخد الحشوه دي كده بايديا وادخلها جوه بطن السمكه. اه الله. اه واخد شويه كمان جوه بطن السمكه كده، السمكه شخصيتها وبطنها اتملت خضار بالشكل ده كده. عيني حال اهو. اه اه زي الفل. اشيل دي من هنا خالص اهو يا حبيب قلبي. طب هشتغل عليه. طيب اهو طيب حاضر عيني. ها اغير لك البلانشه بيضه حبيب كده. حاضر حاضر تمام زي الفل. نشيل ده كده من هنا. خرجنا الجميل مش عايز اللون الازرق، مع ان في علاقه قويه بين اللون الازرق واللون والسمك. اه حلو الكلام. اه شفتوا الكبير لما يقول كلمته. آه. يلا يا عمي زي الفل، ودي خليها بره خالص مش هتشوفها تاني، وناخد السمكه الحلوه كده بنت معانا زي الفل. آه. كل ده نجتهد ونسعى علشان الصوره الحلوه. السمكه هنا جاهزه، ابدا السمكه الحلوه دي يا عم الشيف. اجي كده هنا، ركزي بقى عشان التفاصيل دي اهو. سمكة كبيرة بالحجم ده كده، جوزك صياد، ابنك صياد، بتروحي تجيب السمك تشتريه من الحلقة بالشكل ده كده. السمكة كده شفت الفتحات بتاعتها، شفت لحم السمك من جوه؟ اه الحمار ده كده، بص على الحلاوة دي كده. اه هو ده هو ده هو ده عينيا اهو اهو. شفت الحمار ده كده؟ بص بص على الجزلة، بص على الجزلة. اه 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 برضه نفصل دي هنا كده اهو. ركزي معايا على التفاصيل بقى اهو. ناخد الخلطه دي يا عم الشيف ونحط هنا كده. يا ويلي ايه الابداع ده يا شيف، جت منين الخلطه دي تاني؟ حبايبي اللي بيتابعوني دلوقتي، عشان نعمل اي سمكه حجمها كبير مش لازم تكون البغبغاء او نوع السمك، تمشي مع القاروص، تمشي مع الوقار، مع اللوت، اي قشر بياض هامور زي ما انت عايزه. السمكه هنا زي الفل قاعدة ومرتاحة ومتهنية. اه اه درجة حرارة الفرن عندي 180، حلو قوي. اه بالشكل ده كده. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد بعضينا دلوقتي ونمسك السمكة اللطيفة دي نشيلها براحة كده مع شوية زيت زيتون هنا بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا يا حلوه. اه مخرجنا الجميل المبدع صل على الحبيب قلبك يطيب. اه الله افتحي كده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هناخد بعضينا وندخل دي الفرن يا عم الشيف زي ما هي كده، ونحتفظ بالخلطه دي نحطها هنا كده، مش هنغطيها دي ما ينفعش نغطيها، هنخليها زي ما هي. لو السمكة أكبر من كده هسة بنغطيها. درجة حرارة الفرن عندي هنا 180، ولازم تنزل على صينية سخنة بالشكل ده كده.
كل اللي انا هعمله دلوقتي باخد شيشاء من البوكيه جارنيه بتاعنا عشان نتيجه تطاير البخار بالشكل ده كده، ونحطهم هنا كده جنب السمكه. الله. ونفتح الفرن يا عم الشيف، وندخل السمكه دي في الفرن يا عم الشيف، ونسيبها ايه تذبح مع نفسها. يلا يا حلوه تعالي. هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، درجه حراره الفرن عندي 180، دي مكانها هنا. الله. بص على السمكه الحلوه في الفرن، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ناخد بعضينا ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف طريقه سهله وبسيطه لسلق الكابوريا، ونستغل الكابوريا بان هي اليود بتاعها وطعم الكابوريا وعظم الكابوريا في شويه شوربه حلوين، تبقى ازاز كابوريا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حبيت تشوفوا ايه اللي بدأنا بيه الحلقه؟ معانا سمكه في الفرن، المسمى بتاعها بغبغاء او حريت عشان تبقوا عارفين برضو المصطلحات دي. هي فصيله الناجل او المرجان، نفس اللحم، لون اللحم بتاعها نفس لون لحم المرجان او الناجل. بص على الفرن وشوف الابداع الطهوي، ايه الجمال والحلاوه دي. فخده ضاني في الفرن، ايه ده، ايه الجزله البيضه الحلوه اللي مغلفه بخبره طهويه من التوابل الغلابه. ايوه، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ابداع. شفت الجزله اللي فوق دي، تشيلها بالشوكه والسكينه كده، وهام هام هام هام، عايزين ناكل. طيب نقفل الفرن شويه، بس خلينا اعمل حاجه لطيفه كده قبل ما نقفل الفرن. اخد قليل من الزبده وادخلها كده بايديا، والنار ما بتحرقش مؤمن. واحطها كده بالشكل ده كده. مطلوب منك تعملي ده، انت تطلعها من الفرن. الزبده دي تسيح، وهقول لك هنعمل ايه في الاخر بعد الصينيه دي ما تطلع من الفرن. كلام مش هقوله دلوقتي. بص بس الخبره الطهويه هنا، خلي الزبده تسيح. ايه ده، ايه الجمال ده، ايه شفيق الكلام الحلو ده. هو ده، الزبده دي هتسيح ما بين لحم السمكه، هتنزل نسيج، هينزل بيون. البيون ده نشوفها، نعرف نعمل بيه دلوقتي حالا. نقفل. طيب حاضر. يا ويلي يا ويلي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. المخرج عايز يسيب الاخراج ويجي الاستوديو معايا. ما تيجي معايا يا شفيق مره، خلي الناس تشوفك. تمام. تمام. تعالوا مع بعض نطلع السمكه من الفرن. حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. السله، احنا ورانا حاجه؟ احنا بنيجي فسحه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تشوفها في الفرن ولا تشوفها بره الفرن يا غالي؟ حبيب هارتي. اه 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 هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده. لسه ما خلصتش، خلي بالك ده في تريكايه دلوقتي تساوي مليون جنيه. بجد اللي انا هقوله دلوقتي كلام طهوي علمي، والخبره الطهويه مش من فراغ. عايز طاسة 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 طاسة، والمغازي جاب الخلاصة. حط الطاسة دي كده هنا. حلو، عشان عايز اعمل تركية حلوة قوي. احنا ما ورناش حاجة، احنا معانا وقت وبنتدلع. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد البهريز اللي نزل من السمكة نتيجة تفاعل الزبده مع الخلطه الفولاذيه اللي انا بدات بيها مع السمكه، كرفس، ثوم، بصل، فلفل حار، كل ده. فمعايا هنا مزيج من الخليط نازل جنب السمكه، صلصه ذهبيه عايز استفيد بيها في حاجتين. يا اما اخد الخليط ده اعمل شويه رز صياديه ويبقى كده خلص الكلام وجبنه من الاخر، يا اما اخد البهريز ده كله واعمل شويه مكرونه سي فود يبقى خلص الكلام وجبنه من الاخر، يا اما اخد البهريز ده كله واعمل صينيه سمك بالبطاطس ويبقى كده خلص الكلام وجبنه من الاخر، يا اما نعمل التركايه اللي المغازي هيعملها دلوقتي حالا واحنا مع بعض. طاسه على النار،
حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. عملت ايه يا شيف؟ بدات طبعا بسمكه لطيفه جميله فصيله الناجل والمرجان اسمها البغبغاء او الحريت، بتسمى حسب المكان اللي هي فيه. تبلناها بخبره طهويه بالتتبيله اللي شفناها مع بعض، وبعدين قطعنا السمكه بشكل طهوي علمي علشان التتبيله تخش جوه لحم السمكه اللي هو ممكن يكون قاسي، وفي نفس الوقت دخلتها الفرن في درجه حراره 180. خدت البهريز اللي نزل منها مع خبره طهويه وجودت شويه لان معايا وقت مخرجنا كريم، ونزلت بيه على جسم السمكه كده، توجتها بالحب والايه والجمال. معانا كابوريا وازاز كابوريا، لو ازازوني يا ازاز ايه. ومعانا سمكه جميله لطيفه قطعناها جزل عملناها بالفريك، وقال ايه الفريك ما يحب الشريك، بس مع سمكه حلوه يقول لك عديها المره دي. يعني الرؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.